السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ونستمر في سلسلة سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمع. وهذا الموضوع يعني الإطالة فيه مفيدة، لأنه ينورنا في كثير من القضايا التي نتعامل معها فرديا وجماعيا على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى العالم كله، ويفسر لنا التاريخ، ويفسر لنا كثير من الظواهر الغائبة عنا. ولذلك يعني مفيد الحديث عنه من عدة زوايا. الليلة نجيب على مجموعة من الأسئلة يعني نستطيع أن نقول المربكة والمحرجة في هذا الموضوع، فعلا فيها الذي يقرأ عن سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمع يلاحظ إشكالات معينة يحتاج فيها توضيح. وهذه الأسئلة تتكرر، الناس يرددونها كثيرا، بعضها يرددها تقريبا معظم الناس، وبعضها لا يرددها المهتمون بهذا الموضوع. والإجابة عليها مفيدة متممة لفهم هذه القضية، فهم سنة الله سبحانه وتعالى في المجتمع. أذكركم المقصود بسنة الله في المجتمع هو هذه القوانين، هذه النواميس التي تحكم المجتمعات وتحكم الأفراد، مثل قوانين الفيزياء والكيمياء والجاذبية وغيرها. يعني من يعمل كذا ينتج نتيجة كذا، من يتحاشى كذا يخرج بنتيجة الفلانية. طيب، سؤال الأول: لماذا لا يصيب الكفار مثل ما يصيبنا من قتل وتشريد، وهم لديهم فساد ولديهم شذوذ، وكفار أصلا يعني قد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب بسبب كفرهم. لماذا لا يصيب الكفار، كفار في أوروبا، كفار في أمريكا، الكفار في الصين، الكفار في روسيا، الكفار في اليابان، لماذا لا يصيبهم مثل ما يصيبنا من قتل وتشريد، وهم لديهم فساد وشذوذ وكفر وبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أولا يعني هذا السؤال، الناس يرمون هذا السؤال وهم نظرهم قصير، لا يعرفون إلا السنوات القليلة التي فاتت عليهم، ولا يعرف إلا ما اطلع عليه بالتلفزيون، لا يقرأ التاريخ ولا يفهم طبيعة الشعوب. فأولا الكفار أصابهم بلاوي، أصابهم قتل وتشريد ودمار وتفرق وحرائق وكل ما يخطر في ذهنك. يعني أوروبا كمثال مر فيها من الحروب والقتل والتشريد ما يزيد، أنا لا أبالغ، اقرأ التاريخ جيدا، كثير من الناس لا يقرأون التاريخ، لا أبالغ إن قلت أن الحروب التي مرت على أوروبا، هذه أوروبا التي الآن تعتبر نموذج في الترف والاستقرار والنعيم، أوروبا هذه مر عليها من الحروب خلال البضعة مئة سنة الماضية، ليس منذ القدم، بضعة مئة سنة القادمة الماضية، بس فقط 500 سنة الماضية، قدر ما مر علينا من الحروب ومر عليها من القتل والتشريد والدماء، قدر ما مر علينا لا يقل عن 20 ضعف، لا يقل عن 20 ضعف. يعني حروب الحرب 30 عاما، حرب 100 عام، حروب بسمارك، حروب نابليون، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وغيرها كثير، حروب داخل حتى داخل كل دولة، يعني داخل كل دولة فيها خلافات كثيرة جدا. أمريكا نفسها علشان تتوحد في الولايات المتحدة الأمريكية مرت بحروب، عدد الحروب الكبرى فيها فقط ما لا يقل عن 120 معركة، غير الحروب الصغيرة والمناوشات التي بالمئات. الحرب الأهلية في أمريكا استغرقت 4 سنوات، اللي قبل 150 سنة تقريبا، استغرقت 4 سنوات، وقتل فيها بتعداد هذا الزمن 6 ملايين، تعداد هذا الزمن 6 ملايين، يعني ذاك الوقت كانوا عشر عددهم، الآن كان 600 ألف، فلو حسبت بهذا الزمن لكانت 6 ملايين قتيل. الحرب العالمية الأولى والثانية قتل فيها عشرات الملايين من القتلى، فليس صحيحا أنهم لم يصبهم ما أصابنا، لديهم فساد، لديهم ظلم، لديهم كفر، فأصابهم ما يستحقونه من عقوبة. الحاجة الثانية أنه في الفترة الأخيرة في القرن 19 بالذات هذه الدول فيها عدل، صحيح فيها فساد وفيها انحراف وفيها كفر، لكن فيها عدل.
والعدل يعني القانون فيه عدة معطيات، فواحد من المعطيات يتغلب على المعطى الثاني، فكلما ازداد العدل كلما تغلب على مفعول الفساد ومفعول الكفر. وكما قال ابن تيمية أن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل مهم، العدل سبب قوي جدا لقيام الأمم واستقرارها وقوتها. العدل هذا شيء عجيب جدا. والآن بدأت ظواهر انحسار العدل في أوروبا وفي أمريكا، وانتشار الشعبوية هذه ستخفف العدل، وأصبحوا يضعون قوانين وإجراءات تتعارض مع مفهوم العدل. وكلما انتشرت هذه وارتفعت وازدادت سينتهي بهم الأمر إلى عقوبة إلهية. وانتظروا، يعني نحن لا نعلم الغيب، لكن بوادر ما يحصل في أمريكا من تغليب الشعبوية وتغليب الاستفزاز الناس على مفهوم العدل الحقيقي، وتقاتل الإعلامي والتشكيك ببعض الناس ببعض، وترك مفهوم العدل على جنب، هذا سيؤدي بهم إلى انهيار خطير. فإذا رقم واحد أصابهم ما أصابهم، وثانيا الذي يمنع العقوبة إلى حد كبير هو العدل. وإذا زال العدل لا أظن تتأخر عنهم العقوبة، والله أعلم. سؤال ثاني، هل الفيضانات والعواصف التي تأتي لبلدنا عقوبة؟ الله أعلم. يعني الفيضان، يعني هذه فيضانات جدة، العواصف التي جاءت لعمان، العواصف، الأمور أخرى الكونية، مو الحروب والقتال. الناس الآن ليس عندهم شك إنما أصاب سوريا وما أصاب ليبيا وما أصاب مصر هذا عقوبة، لأنهم تأخروا في إزالة الظلم. أنا أفترض، طبعاً أفترض أن الناس ليس عندهم شك في ذلك، تأخروا في إزالة الظلم الذي خيم عليهم عشرات السنين، فجاتهم هذه العقوبة. صح أنه ستفرج إن شاء الله وقريباً ستفرج، لكن كان عليهم دفع هذا الثمن في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن كذلك. الفساد والظلم والطغيان والاستبداد الذي خيم عليهم هذه الظلم، بالذات الظلم الذي خيم كل هذه المدة، والنفاق والعادات القبيحة، كان لابد أن تغسل بهذا الثمن الكبير، هذه العقوبة. إنما الناس هذه لا أعتقد يشكك في أنها عقوبة ربانية، والعقوبة أنواع وأشكال، وكما قال القرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل فيضان جدة الذي تكرر، هل العواصف العاتية والغبار العنيف الذي يأتينا، هل هذه عقوبة؟ قد تكون عقوبة بسيطة وقد تكون نذير. يعني أنا ما أعتقد الظلم الذي نتعرض له والذل الذي عند الشعب والسكوت عن الظلم، يعني القضية ليست الظلم بذاته، القضية العجز عن رفع الظلم. إذا لم تكن عندك آلية لا شعبية ولا نظامية لرفع الظلم ولا إزالة الفساد ولا القضاء على المنكر، هنا يأتي العذاب. القضية ليست قضية الظلم نفسه، الظلم إذا حصل الظلم ثم رفعته خلاص نجوت من العذاب، لن يحق عليك العذاب. لكن إذا كان الظلم موجود وعجزت عند رفعه، كما هو الحال الآن، كم عدد المعتقلين، كم عدد المأكول حقوقهم، كم عدد المعتدى عليهم، ظلم الناس في دينهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كرامتهم إلى آخره، لم يرفع هذا الظلم. فلا أعتقد أنه والله مجرد فيضان على جدة هذا وعقوبة، لا، ربما أنا لا، يعني لا أتشائم، لكن أقول إن لم يرفع هذا الظلم فهذا ليس إلا نذير، هذا ليس إلا تنبيه، انتبهوا. يعني يجيك غبار كأنها رسالة ربانية، إن لم تفعلوا شيئا لهذا الظلم فسيأتيكم عقوبة أشد من هذا بكثير. بل حتى حينما يطلعنا الله سبحانه وتعالى على ما يجري في مصر وفي سوريا وفي ليبيا، كأنه كذلك أخبرنا، طيب لماذا لا تستعدون، لماذا لا تزيلوا الظلم، لماذا لا تعالجوا هذا الوضع القبيح الذي أنتم فيه؟ فيكون كأنه نذير. فإذا مرت الأيام والشهور والسنين والناس لم تستعد، لا مناص لنا من العقوبة والعياذ بالله. مرة أخرى، ليس تشاؤم لكنه دراسة فهم للسنن. فإذا هذه الفيضانات ليست إلا نذير، هي عقوبة أقل بكثير مما استغفر الله العظيم، يعني من درجة الظلم
الذي لم يرفع والفساد الذي لم نتمكن من إزالته. يقول إذا كان الظلم، سؤال، إذا كان الظلم والفساد والبطر انتشر وليس له منكر ولا سعي لإزالته، والظالم الفاسد المفسد المترف متمكن، فهل هذا يعني أن مآل الشعب بلد والشعب إلى العقاب والغضب الرباني؟ فإن كان الجواب نعم، فلماذا نتحرك؟ يقول إذا كان يعني الناس يسمعونني دائما أقول يعني إذا لم نتحرك كما قلت قبل قليل المصير هو عقوبة ربانية حتمية. طيب السؤال هو إذا كانت هذه العقوبة الربانية الحتمية، يقولك ما قاعد نشوف أحد يتحرك ولا قاعد نشوف الظلم يزال، وأنا عاجز، أنا شخص فرد لا أستطيع عمل شيء، فلماذا أتحرك؟ يعني ما لن أتمكن من تغيير هذا الواقع، فلماذا أتحرك؟ يعني هذا كلام سيء طبعا لسببين. السبب الأول، أنت تتحرك إما لأن تنقذ نفسك، لأنك ستنجو فعلا حتى لو لم تنجو الأمة كلها والبلد كلها، أنت ستنجو بشكل أو بآخر، الله أعلم، لأن الله وعد بذلك. أو أنك إذا تحركت، أن تتحرك فلان وفلان وفلان ودب فيكم هذا الشعور بالمسؤولية وانتشر وتنامى هذا الشعور، الله سبحانه وتعالى دفع الخطر عن الأمة كلها، لأنه أزيل الظلم وأزيل الفساد فدفع العذاب عن هذه الأمة. طيب ما الدليل على أنك أنت تنجو؟ الدليل من القرآن، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله موليكم ومعذبهم عذابا شديدا. يعني نفس كلام نفس هذا السؤال، يقول لك والله ليش نتحرك، هذول خلاص احنا رايحين فيها، ليش نتحرك؟ يعني هذا ما في أحد يستمع للنصيحة ولا في أحد يساهم في إزالة الظلم، فليش؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله موليكم ومعذبهم عذابا شديدا، يعني خلاص يعني محسوم عقوبتهم. إيش ماذا ردوا عليهم؟ رد عليهم اللي فاهمين سنة الله، اللي فاهمين السنة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه على قضية الذين خالفوا الله سبحانه وتعالى في قضية السبت، اليهود الذين خالفوا الله سبحانه وتعالى في قضية السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني إعذار، يعني إعذار، لأن الله كلفنا بالأمر بالمنكر، كلفنا بالسعي لرفع الظلم، كلفنا بالسعي لإزالة الفساد، فنحن نعذر، نبرئ الذمة بأن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تكن هناك نتيجة. ولعلهم يتقون يعني محاولة أخيرة لعل هؤلاء يتغيرون. ما هي النتيجة؟ النتيجة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما يعني حينما قام هؤلاء بإبراء الذمة ولم ينجحوا في التغيير، ما الذي حصل؟ حصل أن العقوبة شملت الساكت والممارس للظلم والممارس للفساد، ومن الذي نجا؟ الذي نهى عن السوء، اللي هم هذول اللي قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنت تنجو، أنت وكل من ساهم في رفع الظلم، وكل من ساهم في حاول طبعا مو ساهم، يعني نقول لم ينجحوا في رفع الظلم، حاول أن يرفع الظلم، حاول أن يزيل الفساد، أبرأ الذمة، أنت ستنجو. كيف تنجو؟ الله أعلم، لأن الله وعد بذلك، كلام الله ليس كلامنا. فإذا الإجابة على السؤال أنه أولا هي لك أنت، السعي لإزالة الظلم هو نجاة لك أنت، والحاجة الثانية أنك إن كثرت هذه الثقافة، إن انتشرت فستدفع الخطر عن البلد كله وعن أمة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. اللي كره لكره فقط لكن ما سوى شيء، كره بقلبه، كره الظلم والطغيان، فقد برئ. هذا بحديث صحيح، برئ يعني برئ ذمته للآخرة، لكنه مو مضمون أنه يسلم من عقوبة الدنيا، مو مضمون، يمكن يأخذ العذاب. أما الذي سلم اللي أنكر، ومن أنكر فقد سلم، لأن فرق بين كره بقلبه وبس وبين أنكر ساهم في حاول المساهمة في التغيير. سؤال يقول إذا كان النصر لا بد له من جهاد، فكيف يكون المهدي سببا مفاجئا للنصر؟ وكيف تمتلئ الأرض جورا وظلما ثم يبعث المهدي وكأنه سحر يغير كل حاجة؟ يعني هو السؤال هذا مبرر، ليش؟ لأنه هناك ثقافات سواء عند السنة أو عند الشيعة، هناك ثقافات طبعا عند الشيعة مبالغ فيها جدا،
لكنها موجودة حتى عند السنة، يعني أنه والله إحنا الحل هو أن ننتظر المهدي، خل الفساد ينتشر ينتشر ننتظر المهدي، هذا الفهم الخاطئ لبعض النصوص. أما عند الشيعة فكان هو الأصل أصلا، يعني هو يعني ليس فهما خاطئا، هو الأصل عند الشيعة أنه والله نحن ننتظر المهدي حتى لولا أن غيرها حورها الخميني فأدخل نظرية ولاية الفقيه، ولا كان أصلا لا يجوز السعي لتكوين الدولة والنظام السياسي لأنه سيؤخر خروج المهدي. لكنه هذا الفكر ليس الأصل عند المسلمين عند السنة، لكنه هناك من العوام أو من الجهلة من يفكر به كذلك، أنه والله إحنا يعني الأمل هو المهدي، ويكثرون من الحديث على حديث الفتن والتأمل بالمستقبل، وخلاص إحنا ما عندنا أمل، ما فيه إلا ننتظر المهدي يطلع، والمهدي هذا فجأة كان منحرف وفاسد من ريش يصير فجأة صالح، ويجيبوا لكم القصص التي لا تتفق مع سنن الله سبحانه وتعالى. ما يعني بعض الروايات في روايات صحيحة وحسنة في المهدي، وفي رواية ضعيفة، وفي رواية موضوعة أصلا. كل الرواية الصحيحة تتفق مع سنة الله سبحانه وتعالى، تتفق مع أنه لن يطلع المهدي هذا فجأة ويكسر السنن الكونية ويخرب النواميس التي سن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للأمة أن تنتصر ويكون لها قائد عظيم إلا أن تكون مستحقة لهذا القائد العظيم. والمهدي لو يطلع عندنا يعني من عظماء الصحابه الان ما في فائده، لان الامه لا تستحق النصر ولا التمكين. لكن حينما يسعى الناس بالنضال بالجهاد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر للتغيير، يستحقون ان يظهر بينهم، مو يظهر معناها يطلع من تحت الارض ولا يطلع كذا كان غامض، شخصيه غامضه ثم ينكشف. لا، هو أصلا يكون شخص يعني لديه مؤهلات القيادة وقد عركه الزمن وتبين أنه يستحق، تبين عند الناس أنه يستحق القيادة، مو شخص خرافي هكذا يطلع بطريقة مفاجئة. فأحاديث المهدي تتفق مع السنن الكونية، حتى الحديث اللي يقول لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وعدوانا، مو معناها أنه الظلم والعدوان موجود ثم فجأة ينقلب، لا، معناها أنه تحدث من الأحداث. تتبع بقية الحديث الواردة في هذا الموضوع تتمم الصورة، الوقت لا يسمح لي تناول كل الحديث. معناها أنه تتابع الأحداث والتفاعلات الاجتماعية بما يهيئ لخروج لتبوء هذا القائد المنصب أو الموقع الذي يستحقه بين الناس. هذا الرد على مسألة المهدي. وإذا عرض لكم أحد هذا الموضوع، موضوع المهدي أو أكثر الحديث عنه تعلقا بخرافة، إحنا سنخرج من هذه الأزمة بسحر أو بمعجزة بدون أن نأخذ بالأسباب، فردوا عليه هذا الرد، لأنه لا يمكن أن لشخصية قيادية عظيمة مهما كانت أن تكسر نواميس الله سبحانه وتعالى وسننه في المجتمع وفي الدول. سؤال آخر يقول: كان الصحابة أفضل الأمم بشهادة القرآن طبعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف تسمح السنن الإلهية بالاقتتال بين من كانوا أفضل الأمم؟ يعني اقتتلوا في عهد الصحابة مو بعد عهد الصحابة. هذا السؤال طبعا وجيه ولابد من الرد عليه. الرد هو أنه لا تروح بعيد، يعني الصحابة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم مشكلة في أحد، وحصل لهم مشكلة في حنين، وأكدها القرآن ولامهم القرآن في ذلك وبين السبب. قال عن ما حصل في أحد: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا اللوم على ما حصل لهم حينما مالوا للغنائم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل، جبل الرماة في أحد. فقد يكون إنسان يعني من أفضل الأمم ويكون عنده تقصير يستحق به عقوبة ربانية بقدر هذا التقصير. وفي حنين قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الصحابة
صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم عجبتهم كثرتهم ولم تغني عنهم هذه الكثرة شيئا وهربوا وليتهم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لكن الله سبحانه وتعالى بثبات النبي صلى الله عليه وسلم والقلة القليلة التي معه بارك الله سبحانه وتعالى بذلك وقلب المعركة لصالحهم. فإذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك مخالفات أدت إلى هذه النتائج. طيب نعود إلى إذن الصحابة ليسوا ما نقول منزهين لكن ليسوا بعيدين عن السنة، تنطبق عليهم السنة مثل ما تنطبق على غيرهم. لكن كيف اقتتلوا؟ من مانع يعني إذا كان هناك أسباب للاقتتال حتى لو كان الناس في أفضل مراتب إلا أن يكون الإنسان معصوم، إلا أن يكون الإنسان يوحى إليه. حينئذ إذا كان الإنسان يوحى إليه ما في مجال لفهمين ولا في مجال لغش الآخرين، لأنه الجميع يوحى إليه. يعني لو كان عندك أنبياء لا يستحيل أن يقتتل الأنبياء ويستحيل أن يختلفوا أصلا لأن كلاهما يوحى إليه. لكن الإنسان البشر الذي لديه استعداد أن يفهم الأمر فهمين أو لديه استعداد أن يختلف في ترجيح المصالح وترجيح، من الوارد أن يصل هذا الخلاف إلى رفع السيف. لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى بالعكس من سنة الله أن أراد أن تحصل المقتلة بين الصحابة حتى نتعلم منهم أن الإنسان إذا اقتتل إذا رفع السلاح على بعضهم البعض يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد، أننا اقتتلنا سياسيا لم نقتتل عقديا، لم يكفر الصحابة بعضهم بعضا ولم يبدعوا، يعني مو بس كفروا لم يبدعوا، لم يعتبرهم خوارج ولم يعتبرهم يعني انحرافات بدعية أخرى. وكلا الطرفين لم يختلف في اعتبار الخوارج خوارج، والخوارج بالمناسبة لم يكن بينهم صحابة، يعني حتى الذين زعموا أن بينهم فلان وفلان فلان صحابة تم تتبع هذه الأسماء التي حسبت على الخوارج وتبين أنه غير صحيح. من بركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين الخوارج صحابي واحد. فإذا القتال بين الصحابة لا يتعارض مع سنة الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى أراده حتى نستفيد منه ونتعلم من هؤلاء الموفقين الذين تربوا على منهج النبوة أننا كيف نتعامل مع من رفع السيف علينا إن كان مسلما، ونفرق بين التكفير والتبديع والاختلاف السياسي. الاختلاف السياسي موضوع والتكفير والتبديع موضوع آخر. يعني تصور أنه في عز المعركة كان معاوية رضي الله عنه كان يكاتب علي ويستفتيه في الدين، وهذا يعني علي رضي الله عنه يرد عليه الفتوى يعني وهما في قلب المعركة. فهذا هو شأن الصحابة وهذه الإجابة على السؤال. سؤال آخر يقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. يقول السؤال ألا يتعرض هذا مع الشورى وألا يتعرض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب يعني كان يقول إذا أنت تستشير الأكثرية يحطونك في ضلالة في على باطل. يعني يقول وإن تطع أكثر من فرض يضلوك عن سبيل الله في ضلالة يضلوك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة فكيف يقول القرآن الأغلبية يضلونك وأمتي لا تجتمع على ضلالة؟ التفسير بسيط. أولا المقصود بأمتي ليس كل الأرض، بالعكس أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هي الأقلية في الأرض. أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هي الأقلية في الأرض. وألا يتعارض هذا مع الشورى؟ ونفس الشيء الشورى ليست لكل أمم الأرض. أنت تستشير من في دولتك، من في أمتك تستشير، سواء كنت تستشير الشعب كله في انتخاب الحاكم أو تستشير مندوبي الشعب أو نقباء الشعب كما هو التعبير الشرعي، نقباء الشعب اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثوا لي منكم نقباء لهم البرلمان أو سميهم ما تسميهم. فإذا الشورى ليست لشعوب الأرض الذين فيهم من الكفار أكثر من المسلمين، وليست
يعني وليست خارج دائرة الكيان الإسلامي. داخل دائرة الكيان الإسلامي الأغلبية ما داموا متفقين على قال الله وقال الرسول في الجملة، حتى لو كان عندهم تقصير، حتى لو كان عندهم ضعف في الجملة، ما دامت هذه الكيان الإسلامي الواحد الذي تحت سلطة واحدة الذي يستحق الشورى، فأولا لن يجتمع على ضلالة، وثانيا اختياره بالشورى سيكون هو اختيار أفضل، أفضل من اختيار الفرد. أما أن تضع أكثر من في الأرض، هذا في العقيدة عموما في الشرك والكفر. يعني من سنة الله سبحانه وتعالى أنه غالب الزمن، ما عدا يمكن ما عدا فترات قليلة من الزمن، غالب الزمن يكون الكفار أكثر من المسلمين. طبعا هذا ليس ثابتا في كل الأزمان. يعني لما بعث آدم، لما خلق آدم عليه السلام أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه، استمر الناس مسلمون، كلهم مسلمون، فإذا لم يكن أكثر الأرض أكثر من في الأرض كفار، ولا حتى قليل من الكفار، كان كل الأرض مسلمون إلى أن بدأ الانحراف بعده بأجيال وأجيال. هذه واحدة. الحاجة الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ أنه سيأتي زمان يعني يسود فيه الإسلام سيادة كاملة، فلن يكون أكثر أهل الأرض كفار، لكن هو الغالب أنك إن تطع أكثر من في الأرض، لأنه إذا حسبت من مر على هذه الأرض على مدى الزمن فسيكون كفار أكثر من المسلمين. الشاهد أنه لا يتعارض مع الشورى ولا يتعارض مع قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. سؤال حساس ولكن جوابه معروف، يعني يقول هل يستطيع العالم المتمكن يعني من الشرع، من التاريخ، من أن يحدد المستقبل من خلال فهم السنة الكونية؟ الجواب نعم ولا. نعم أنه يعطيك خطوط عريضة، يعني يقول لك والله هذه الدولة ستسقط، هذا الظلم سيزول، العقوبة ستحل بهذه الأمة، المشروع الفلاني سينجح، المشروع الفلاني لن ينجح، لكنه هذا نعم. أما لا فلن يستطيع يحدد، يعني يقول لك والله في اليوم الفلاني هذا يصير شعوذة أو تنجيم، في اليوم الفلاني سيسقط، أو إلا إذا كانت يعني تأويل رؤى، والرؤى طبعا من الوحي، لكن كعلم وتحليل نعم يستطيع يستقرئ بشكل عام، يستطيع يستقرئ بشكل عام بشكل واضح، يعني بشكل عام واضح، يعني فيه نوع من التوفيق أنه والله هذا النظام سيسقط، لن يمكن يقول لن يستغرق سنوات ولا يستغرق أشهر، لكن لا يستطيع أن يقول سيسقط في اليوم الفلاني، هذا شعوذة، هذا تنجيم. يستطيع أن يقول والله هذه الأمة ستحل بها عقوبة، ويكاد يصدق يعني قريب من 100%، مثل ما قال ابن تيمية والله إنكم انتصرون، قالوا قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، فكانوا متيقنا من النصر لأنهم أخذوا بأسباب النصر. فإذا نعم يستطيع في الجملة، ولكن لا يستطيع أن يحدد اليوم والطريقة والأسلوب، لأن هذا سيكون تنجيم وليس علم. سؤال حساس آخر، جد حساس جدا، والكلام فيه حرج، هو هل القدر يعني القدر الذي يتحدث، يعني عبارة القدر التي يتحدث فيها الناس وتقدير الأمور الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هل له علاقة بموضوع السنن؟ طبعا موضوع مرتبط جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه، يعني أن كل شيء خلقناه بقدر، هذه السنن. لكن هناك فرق بين القدر وما كتبه الله على الخلائق، الكتابة النهائية، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى على الخلائق مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة القدر، أنه إذا عملت الشيء الفلاني تنتهي بالنتيجة الفلانية، سواء كنت فردا أو جماعة أو دولة، إذا عملت الشيء الفلاني يحصل الشيء الفلاني، إذا أخذت بالأسباب تجيب النتائج. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو الكتابة النهائية التي تثبت في اللوح المحفوظ، أنه الله سبحانه وتعالى قد بالمعجزات أو بالكرامات أو بالاستثناءات قد يعدل شيئا من هذا القدر لأسباب، منها المعجزة ومنها الكرامة ومنها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، هذا معناها أنه كان يفترض طبقا للقدر والسنن التي والله أنك أنت راكب السيارة الفلانية كان ينبغي أن تنقلب، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظك، كان مفروض تنقلب بكل المعطيات أنها تنقلب، حفظك بدعائك، حفظك بقراءة الأوراد، حفظك بدعاء والديك لآخره، فلم تنقلب أو انقلبت ولم تتأثر.
فالمفروض أنك طبقا للمعطيات الكونية المباشرة أنها تنقلب وأنك تموت تتمزق، لكن الله سبحانه وتعالى حفظك بالدعاء، حفظك بعمل صالح عملته، حفظك بصدقة، حفظ إلى آخره. نفس الشيء يعني في مرض، لو صبت مرض المفروض أن هذا المرض يقضي عليك، لكنك يعني أخذت بالرقية ولا دعوت ولا إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يعني بارك في علاج معين ولم يبارك في علاج الآخرين. فإذا هذا ما يقصد بيمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، وهذا ولعله كذلك ما يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يتصارعان يعني. فقد يتغلب الدعاء على القدر، لا يتغلب على ما كتب في اللوح المحفوظ، لأنه أصلا ما كتب في اللوح المحفوظ هو النتيجة وليس الأمر القانون القدري. يعني أنت كتب في نهاية في اللوح المحفوظ أنك تشفى من هذا المرض، لكن القانون الساري بين كل الناس أن هذا المرض مميت، أن هذا المرض مميت، فبدعائك وبرقيتك وبصدقتك وبإحسانك عافاك الله سبحانه وتعالى من هذا القدر، أو دفع عنك شر ظالم من الظلمة، أو حماك من حادث إلى آخره. هذا المقصود بالعلاقة بين السنن الكونية، التقدير الكوني الثابت اللي هو قوانين، وبين الاستثناءات التي سببها معجزة أو كرامة أو دعاء أو ما شابه. من أسئلة كذلك السؤال القديم الجديد، القديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم، الذي فيه فهم خاطئ لقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كثير الناس يفهمون أن عليكم أنفسكم يعني معناها ما عليكم غيرك، حتى بعض الناس يحرفون الآية يقول عليكم بأنفسكم ولا عليكم بغيركم، يعني واللي يقول لك اقضي برضك، واللي يقول لك دع الخلق للخالق، هذه يعني خرافات ليست شرعا ولا دينا ولا أقوال ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين، دع الخلق للخالق، هذه خرافات وحيل شيطانية للتخلص من المسؤولية. أما قوله تعالى: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أولا عليكم أنفسكم هنا ليس معناها عليكم بأنفسكم، عليكم أنفسكم معناها إلزموا أنفسكم، اضبطوا أنفسكم. عليكم هنا مثل يسمونها اسم فاعل، اللي هي مثل دونك الكتاب، معناها خذ الكتاب، اسم فعل دونك الكتاب معناها خذ دونك، معناها تحتك، المعنى الحرفي لدونك الكتاب معناها تحتك الكتاب، لكن الحقيقة معناها دونك الكتاب معناها خذ الكتاب. فإذا عليكم أنفسكم معناها إلزموا أنفسكم، يعني احرصوا عليها واضبطوها وانضبطوا معها بالكتاب والسنة بأمر الله سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يمكن سيضرك من ضل إذا لم تهتدي سيضرك. ومن الهداية أنك تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسعى لإزالة الظلم، تسعى لإزالة الفساد. إذا لم تسعى لإزالة الظلم ولا إزالة أنت ما لم تهتدي، لم تطبق أمر الله سبحانه وتعالى ولم تنهي عن نواهي، فسيضرك من ضل سواء ضررا شخصيا أو ضررا عاما بالعقوبة الربانية. ولذلك قال أبو بكر ردا على من فهم الفهم الخاطئ، قال: إنكم تقرؤون، أبو بكر رضي الله عنه، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. فإذا هذا فهم أبو بكر، فهم أبي بكر رضي الله عنه هو الفهم الصحيح. ما في فائدة، ما لن يحميك أن تترك الظالم أو تترك الفاسد المجاهر بفسقه وفساده، تترك القمع والظلم والطغيان، ولا تتحرك بحجة والله لن يضرك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الهداية.
يقول ابن تيمية: فإن الله قال عليكم أنفسكم، أي الزموها وأقبلوا عليها، ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، ومن ضمن الأمر والنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنما يتم الاهتداء، هذا كلام ابن تيمية، إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. ثم ذكر فوائد، خمسة فوائد، من ضمنها قال: أن يقوم بالأمر والنهي، فإن ذلك داخل في قوله عليكم أنفسكم، وفي قوله إذا اهتديتم. سؤال أخير: هل ما ينطبق على الأمم كذلك مثله ينطبق على الأفراد؟ نعم، ما ينطبق على الأفراد كثير من السنن، ولا أريد أن استطرد فيها لأنها موضوع مستقل بذاته، إذا حصلت فرصة إن شاء الله نتناولها في جلسة قادمة. نكتفي بالقدر، وهذه ما عرض مجموعة من الأسئلة، ولا أقول أنها أنا في هذا الكلام شملنا كل الأسئلة التي تطرح في هذا الموضوع، ولكن حاولنا أن نتناول كثير من القضايا الحساسة التي فيها سوء فهم لقضية سنن الله في المجتمع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.